والله اخوي احنا يعني انا بالنسبه لي كعراقي غيور على بلدي وسمعه العراق، يعني والله العظيم حزين جدا بهذا المؤتمر يا اخي، يعني حمله للاستجداء وقنوات واعلام، ويعني استجداء علني هذا، يعني هو المبلغ كله اذا الوفود المشاركه من العراق بالكويت اذا يحجزون بالحجز ويصادرون اموالهم نطلع اضعاف هذا المبلغ. ذولا ما كل يمثلوا العراق بالاجتماع، ذولا هم بالنسبة لنا نقدر نطلع منهم أضعاف هذا المبلغ، لأن هم ما شاء الله عندهم خير من العراق، مو من الله، هذا سرقوه من العراق. ثانيا هذه الدول اللي قاعدة إحنا إن آلاف مليارات عندها حقوق، زين إذا بينا وطنية وغيرة بيهم المفروض يدعون بأموال العراق المحجوزة، مو صادرة لأجهزة المخابرات مال هذه الدول على مود تساعدوهم بحكم العراق، تنازلوا لهم عن املاك العراقيين للاسف يعني. والله كريم خلي شعبنا يشوف، والله نشوف شعبنا الى متى يعني صابر على هيك نماذج. والله كريم وانا اشكرك حبيبي.